الجدول الجميل ده كويس علشان يختصر الموضوع كله. فنقوم نقول لحضرتك هو ده الحقيقه اللي انا عايزك تبقى حافظه، بس انا شرحت لك اللي فات كله عشان تبقى متخيله في فرق ان ابقى فاهمه وان انا احفظه كويس. فنقوم نقول لك البالب والانفستنج ستراكشرز والبكر ميكوبريوستيا للانتيريور تيس سبلاي ذا مين للانتيريور سوبيريور الفيرال نيرف، في الميدل تيس 4 و 5 بريمول سبلاي للميدل سوبيريور الفيرال نيرف، في البوستيريور تيس سبلاي للبوستيريور سوبيريور الفيرال نيرف. مين البوستيريور سوبيريور الفيرال نيرف؟ من المجزري على طول. طب ومين الميدل سوبيريور؟ جاي من الانفرا اوربيتال اللي هو امتداد المجزري. تمام. طيب والبلد نقوم نقول لك والله البلد الجزء الاولاني بتاعه اللي قدام السنترال ريدر والكناين جاي له من اللونج نيزو بالاتاين. انت بقى عرفت مين اللونج نيزو بالاتاين ده او مين اللونج سفينو بالاتاين ده؟ برانش من مين؟ سفينو بالاتاين جانجلي اللي هي واخده السنسوري سبلاي بتاعها منين. طيب دي خريطه لشبكه توزيع الكهرباء في مصر. زي ما حضرتك شايف كده دي محطه الكهرباء، ومحطه الكهرباء دي بتولد الكهرباء ايا كان طريقتها ازاي، بيتحط لها مازوت، بيتحط لها معرفش مين، الطاقه الشمسيه وات ايفر، يطلع منها كابل كهرباء فايبر ويمشي على محطات الضغط العالي دي اللي بنشوفها على الطرق السريعه في اوقات. وبعدين يجي الحاجه اسمها محطه توزيع ديستريبيوشن. ما هو مش ممكن الكهرباء اللي جايه من محطه الكهرباء توصل لاباجوره حضرتك في البيت اللي جنب السرير بنفس الكابل، صح؟ ما ينفعش. يبقى كده انا محتاج كابل لكل مواطن، لكل فيش عند كل مواطن. فلازم تيجي لمحطه توزيع، ومحطه التوزيع دي تبتدي تدي فايبرز ثانيه لكل منطقه توزع. فتلاقي كده في مبنى في المنطقه اللي انت فيها يقول لك دي اوضه الكهرباء، هي اوضه الكهرباء دي بتطلع بقى العماره نمره 1، عماره نمره 2، عماره نمره 3. طب وبعدين في كل عماره من دول يبتدي بقى احنا نعمل لوحه كهرباء صغيره نوزع فيها الكهرباء، اوضه توتي نمره 1، اوضه ماما نمره 2، اوضه تجلو نمره 3 وهكذا. انتوا متخيلين شكل التوزيع عامل ازاي؟ هم جابوا الشكل ده منين؟ يعني مهندسين الكهرباء اخترعوا الشكل ده، هم جابوه من عندنا احنا، من جسمنا، من النيرفز بتاعتنا، عشان احنا ماشيين كده برضه. ما احنا اتفقنا ان الكابل مش جاي من صباعي لحد مخي نفس الكابل، جاي وفي محطه توزيع، صح؟ وبعدين طالع بعد كده فايبرز. احنا لسه قايلين الانتيريور ريجن واخد الانتيريور سوبيريور الفر، والبوستيريور ريجن واخد البوستيريور سوبيريور الفر، واللي في النص واخد الميدل سوبيريور الفر. مش احنا لسه قايلين كده؟ يعني في توزيع اهو، صح؟ طب مش انت في اوقات علشان الاوضه بتاعتك الكهرباء فيها باظت فجبت سلك مشترك خدته من اوضه اختك؟ هو ده السلك الاساسي بتاعك المين؟ يعني ده اسمه ايه؟ اكسسوري. ده اضافي، صح؟ زي مثلا في الصوره دي عاملين تحت هنا وحده توليد كهرباء سولار انرجي من الطاقه الشمسيه. يبقى لما النور يقطع عندنا من الكهرباء اللي جايه من الشارع الطاقه الشمسيه تولد لنا كهرباء. يبقى ده اكسسوري. احنا برضو عندنا في جسمنا اكسسوري انرجي. يعني النيرف ماشي كده بطريقته زي ما احنا اتفقنا، زي ما احنا قلنا. كويس؟ انما في بعض الاحيان نلاقي فيه اكسسوري نيرف، يعني نيرف زياده. جاي لنا هنا سبلاي واخد سنسيشن زياده مش ماشي طبيعي. فنقوم نقول لك اول حاجه ده النيرفز مش بتنتهي بطريقه شعبان عبد الرحيم. ما بتنتهيش كده، بتفيد. يعني تقعد ترفع 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 ولا تختفي. فمجال ما هي بتقدر ترفع 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 وتختفي انترليس تتدافع. فنقوم نقول لحضرتك الحتت اللي عند الميد لاين، اللي عند الميد لاين يعني مش احنا قلنا الانتيريور سبيريور الفر ده جاي قدام هنا عند السنترال ده، هو النيرف هيقف بس خلاص زي شعبان عبد الرحيم عند السنترال ده، هيبقى في فايبرز بتفيد، صح؟ للكروس الاذر سايد تعدي الناحيه الثانيه. فنقوم نقول لك دايما عند الميد لاين في اكسسوري انيربيشن من الاذر سايد، كروسنج فايبرز من الاذر سايد، يعني فايبرز جايه من الناحيه الثانيه. كويس؟ يعني انا لو قفلت نقطة التوزيع بتاعت الكهرباء الرئيسية مش الترمينال، الترمينال اللي ضايع عند السن، لو قفلت نقطة التوزيع الرئيسية المفروض كده السنة دي تحس تلقى من الاورال نالو؟ لا، فجأة الاقي العيان مع اني عملت اكزامينيشن للقفل الكهرباء ده والمفروض انه مش حاس، اجي اشتغله الاقيه موجوع. يبقى جاي له ايه؟ كروسنج فايبرز من اذر سايد، يبقى انا لازم اقفل الكروسنج فايبرز من اذر سايد. ده في حاله ان انا
مش قافل عند السنه نفسها، مش قافل عند نقطه التوزيع، انا قافل من فوق كروسنج فايبرز من الاذر سايد. كويس، نفس القصه دي بتحصل فين بقى؟ بتحصل نفس القصه دي بتحصل في الفرتر ميوكليوس. مش احنا قلنا ان الكناين عنده حته اللي عنده نهايه النيزوبلاتاين في الصوره اللي وريتها لك، النيزوبلاتاين والجريتر بلاتاين، النيزوبلاتاين اللي جاي برانش من السينوبلاتاين ده بيجي من قدام من سايس الفرن ويرجع لورا، والجريتر بلاتاين بيجي من ورا ويطلع لقدام، يقفوا عند فين؟ عند الكناين. يبقى الحته الميكوزا الفرتر ميكوزا اوف ذا كناين ممكن تبقى سبلايد بالنيزوبلاتاين وممكن تبقى سبلايد بالجريتر بلاتاين. صح؟ لو انا قافل الكناين بس مش هعرف هي سبلايد بمين، لكن لو انا قافل نقطه التوزيع من فوق هعرف ان هي موجوع، يعني المفروض ما يبقاش موجوع. صح؟ يبقى ده الاكسسوري انيربيشن بتاع الميزوبلاتاين.